إذا تأخر الرجل عن صلاة الجماعة في المسجد وأسرع في المشي أو ركض حتى يدرك الركعة على الرغم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل يترتب عليه إثم أو نقص في أجر الصلاة؟ قضية هل يترتب عليه إثم الله أعلم، لكن خالف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فالأصل أن الإنسان لا يركض إلى الصلاة أبدا، يأتي عليه السكينة أولا، إذا وصل وهو يركض أيضا سيصلي وهو ينهت ويزعج الذين بجانبه، لا يتوقف الأمر عليه وحده وإنما يترتب الأثر على الآخرين. فالأصل أن الإنسان لا يسرع وهو يقدم إلى الصلاة، وإنما يأتي ماشيا وما فاته يقضيه ويستغفر الله ويحذر ويحرص مرة ثانية أنه لا يتأخر.